السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهد قناه شوف تي في، مرحبا بكم عبر هذا البث المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء وبالخصوص بجميله سبعه بقره الجماعه. اللي تيقول لك الساكنه ان كان عندهم واحد الحدائق حديقه او تي متنفس لواحد ديالهم، تيخرجوا تيشوفوا النيل النوار، تيشوفوا الخضوريه. اذا بتم هدم واحد الحديقه اللي كانت ديال ودارت حدا شي معامل ديال الخياطه، حنا ما غاديش نقدروا نقولوا شي حاجه، وانما الساكنه هي اللي خصها تهضر. خويا انت من الساكنه ديال اش عندي هنا؟ انت من الساكنه ديال سباته؟ اشنو المشكل عندكم هنا في جميله سبعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المشكل عندنا بسيط جدا، بحكم اننا حنا كنتواجدوا هنا كساكنه في منطقه سباته جميله سبعه، الزقه 26 بالضبط. انه كانت عندنا واحد الحديقه حدا العماره ديالنا، هاد المده الاخيره كنلقاو بعض الاخوان اللي داروا يدهم معامل ديال الخياطه، داروا يدهم مع السلطات المحليه وكذلك رئيس مقاطعه سباته الاخ الكشاني ديال بلا ما دير جبد السميات. المهم هاد السيد داروا معاهم اليد، والامور واضحه بهذا انهم اضطروا حيدوا لنا هذه الحديقه ديالنا اللي هي المتنفس الوحيد فين كيلعبوا الوليدات وفين كيتزوجوا الوليدات. هاد البلاصه هادي؟ هاد البلاصه دابا نمشيو ليها تماك. حيدوا حديقه كامله وبداو رجعوها طريق، ومن العيب والعار انه منطقه سكنيه، منطقه اللي ما كتخرجش، اللي هي عباره على واحد باساج ان باس، وداك لامباس رغوا يرجعوه هو طريق باش دوك المعامل يلقاو فين يدخلوا يعني الشاحنات ديالهم ويلقاو فين يهزوا البضاعه ديالهم. حنا ماشي ضد دوك المعامل، حنا ما كنوقفوش في الرزق تاع شي حد، ولكن هذاك المتنفس، هذيك الحديقه اللي كانت بسيطه هي المتنفس الوحيد في المنطقه فين هاد الوليدات كيخرجوا كي وفين حنا كنلقاو واحد الفضاء اللي هو كنشوفوا ديك الخضوريه ولا كنشوفوا هذا من خلال التلوث وما جاورهم. فهاد الناس انهم حاولوا ما امكن انهم يحيدوا هذيك هذا، والعماره ولات بحال رومبا ديال خسابوليسي ديال الطريق، كتدخل من هنا وتخرج من هنا. احنا حاليا غادي نشوفوا هذه العمليه، لان كانت كما كاين التصوير دابا خصها تكون بحال هذا المشهد، هذا هو اللي خصها يكون. وهنا كتكون الحديقه، هما ضربوا هاد البلاصه كامله ورجعوا الطريق وباغيين يزفتوها ورجعوها شانط، وعيب وعار وهذا حرام. إذا ما كانش دابا انتم تحرمتوا من الحديقه اللي كانت المتنفس الواحد ديال الاطفال ديالكم ديالكم، انتم تخرجوا وتصوبوا حتى بعد المعامل ديال الخياطه باش يصوبوا لهم الطريق. هادشي اللي بغيتي تقول ياك؟ بطبيعة الحال هادشي اللي بغيت نقول، خاصة أن هاد الناس حنا ماشي ضدهم، ولكن حنا تبقى الحديقة ديالنا وكاينة الطريق اللي هي كبيرة وشارع كبير فين يديروا البضاعة ديالهم وفين ياخذوا السلعة ديالهم. حنا ما يعني ما كاينش شي عائق، ولكن عيب وعار مرا خارجة قدام باب ديالك كتشقى وكدير والمعامل قدامك حرام، لأن حتى المنطقة منطقة غير صناعية، منطقة سكنية. أنا غير بغيت أشنو بغيتي توصل بالكلمة ديال المرا، هما بناتكم ومراواتكم تيخرجوا يشقاو بطبيعة الحال، لأن كاين الناس اللي هما ساكنين في الناس اللي ساكنين في السفلي، أنهم راه المرا كتشقى وكدير ثم كتولي طريق شي داخل شي خارج، وكنعرفوا أن المصانع ولا المعامل اللي هنا فيها واحد العدد كبير ديال العمال، راه عيب وعار. خاصة بعض المرات في الصباح ولا في المساء كتسمع بعض المرات بعض الخصومات وبعض الكلام النابي، فهذا مضر جدا بالحالة. وأن المنطقة منطقة سكنية وممكن نشوفوا هذا. واخا سير مشاهد قناة شوف تي في، كما سمعتوا بنتي يقول لك بان المنطقة كانوا حيدوا الجردة اللي كانت هي المتنفس الوحيد ديال الساكنة. كما تشوفوا هاي الأشغال اللي قريبوها حتى الكرياج اللي كانت هنا، ممكن تشوفوا الكرياج ديال التروطوار فوق كملية. وانتم كما كتلاحظوا هذه الطريق يعني كتبقاو طريق محروسة ما كتكرش، كاين تروطوار كاين كلشي، باغي نحيدوا داك التروطوار وباغي نديروا هاد الشبكة وباغي نرجعوا هذه الطريق. كما كنشوفوا البيبان ديال المنازل ساكنة، هو لامباس اللي باغي نحيدوا هنا، كانت حديقة حيدوا الحديقة. و هذا إرهاب، هذا نهب حرام، أنا الوليدات كيخرجوا هنا
مجموعه تاع يعني واحد الفضاء هو المتنفس الوحيد. سير قدامني باش تعطيني. ما كاينش شي متنفس اخر. دابا هذه واش هذه حيدوها، هذه الجرده حيدوها ولا داروها؟ هذه كانت هنا جرده، كانت هنا حديقه، ناضوا حيدوها وبغا يديروها طريق. سير معايا لقدام باش نشوفو. المتنفس الوحيد. تلاحظ انت الضيوف. كما تشوف المشاهد قناه شوف تي في بنا كاين منزل الناس ناشرين الحوايج ديالهم ما قدوش يبدا يخرجوا كما تيقولك بنا غتحول عشوائي شي بيوطو ما عندهمش حق يحلوا شي ما عندوش حق يحل كاع الباب هنا انا ما كنبغيش سير قدام سير مسالمين كما تشوف حتى الساكنه بنا هما ناشرين الحوايج وكيولوا سادين البيبان ديالهم خوفا ملي تشوف بنا واحد المنطقه اللي هي منطقه ديال هادو كلهم هادو كل هاد الابواب كامله محلوله غير قانونيه. حنا ما عندناش اشكال ما كنوقفو حتى شي واحد، هادو عندهم الابواب ديالهم من الشارع. فهما كيحلوا الابواب ديالهم هنا غير قانونيه، يعني السلطه ساهره على هاد العمليه وما كتهضرش وما كتقول حتى شي حاجه. ولكن باش تحلوا لكم هنا حليكم ابواب ديال المعامل؟ اييه هما حاليهم يعني بقوه المخزن ما كاينش اللي كيهضر. هو هنا في العام انت كتصور. كما تشوفوا مشاهد قد تشوف فيه بنتي وكم هذا المكان كان عباره عن حديقه الجرده تتحول الى شارع من اجل تيقول اوروبا الشراج تاع الناس السكان الشراج المبروري سي حسن تو من الناس المبروري خويا تعال تهضر معنا مدرون هضر اجي عندنا حباس ودي مرحبا باش عاد ما توقع ديال السكينه انتوما شحال من توقيع درتو؟ لا دابا على حسب مولد انا العدد قليل هنايا عندنا 15 سي حسن هز الميكرو شويه على فمك وعاود لي شنو المعاناه ديالكم انتوما؟ نعم الساكنه ديال جميله سبعه اسيدي حنا بغيناهم يديروا لنا الخدمه اللي داروا في بلايص اخرين وهاد الخدمه هادي راه داروا لنا ولا الماء كيدخل ليا للدار انا نهار في الساعه في الدار الماء كيدخل ليا للدار دابا هنايا ما عرفناش هاد الشيء وهاد البلاصه كانت حديقه راه ما كانتش شي حاجه اجينا 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 انا حدا هو هضروا ماشي مشكل غنتناقشوا هاد البلاصه راه بالضبط كانت حديقه راه ما كانتش حديقه مده طويله راه ما كنطالبوش بشي حاجه غير قانونيه كانت حديقه تبقى حديقه وكان الشجر هنا زوين كلشي كيطلع كيشو كيشتغل وفي البلون دوميناجمون حديقه البلون دوميناجمون حديقه ولكن تولي رومبا حرام تولي رومبا انتوما تستنكروا بان هاد البلاصه كانت حديقه متنفس ديال الاطفال ديالكم تيخرجوا تيشوفوا الا تحولوها الطريق للمصالح ديالهم هما تمام المصالح وداروا لي مع المخزن والمخزن ما جاش اتصلنا به ما خلينا ما درنا ما المخزن ما كاينش ما كاينش حاجه سميتها السلطه ما كاينش حاجه سميتها حنا ما كنقدوش نقدوا ربما نتهموا حتى شي جهه وانما انتم تطالبوا خرق ديال القانون تطالبوا تقولوا خرق ديال القانون تطالبوا ب حق من الحقوق ديالكم الدستوريه واعاده الجرده كما كانت انا هو غير قول هضر هضر بلا ميكرو ارلي ارلي ميكرو غير هضر كافي يا لا 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 هضرتي كاع هضر عين عين المهم حيت هو باش دابا بالنسبه لتحولت هذه المنطقه الى معامل هذه كامله كانت جرده باساج تحولت معامل وجبال شي جبال والخرق واصل لا ماشي ضد الناس ماشي ضد المعامل حنا عارف حديقه خصها كيفاش؟ هي المتنفس الواحد حنا ما ضد حتى شي واحد وما نوقفوا في رزق حتى شي واحد ولكن باش هما يتحالفوا ويحيدوا هذه الحديقه اللي كانت المتنفس الوحيد ديال السكينه حرام اشنو تطالبوا انتم كساكنه؟ الخدمه اللي داروا عند الناس يديروها لينا كنطالبوا داك الشيء اللي صورتي فيه الحديقه اللي كانت صافي كنطالبوا حتى حاجه يعني مساواه كما تصاوبت فوق انت تماك يتصاوبوا لكم انتوما اش من زنقه هذه؟ هذه الزنقه 26 زنقه 26 بجميله سبعه قريه الجماعه اييه تقولوا بان على رئيس الجماعه ديال سباسه باش يدخل باش من اجل يشوف المشاكل ديال الساكنه يرجع الوضع كما كان باش يرجع الوضع كما هو عليه كما كان بالاولى الا كانت في بلون دوميناجمون طريق يديروها طريق كانت في بلون دوميناجمون حديقه تبقى حديقه ما يكون ضرر حتى واحد لا الساكنه لا اصحاب المعامل ما يكون ضرر حتى واحد شو واحد تقول يهضر شو واحد من غيركم من الساكنه بغي عيط لك كلشي ما يعني انت فيك كيفاه انت راك وصلتي الصوت وصلتي الرساله انت تقول انت تنتمنى من السيد انا فوتوكوبي ديال التوقيعات عندك توقيعات ها
ماشي مشكل في الطوموبيله. واخا سير باش نشوفها. مشاهد قناه شوف تي في كما تشوفوا بنتي وكبنا الناس، كانت هذه عباره على جرده حديقه تيخرجوا المتنفس ديال الساكنه كما تشوفوا، كاين شراجم ديال الناس تحولات بقدره قادر الى رومبا او شارع باش يدخلوا الشاحنات تتحملوا بالسلع ديال المعامل الخياطه. حنا كما تشوفوا بنا العمل تروح ما كتخرجش، هي بروطوار عادي تروح ما كتخرجش. خبوسة هما دابا جاوا يحلوها ويتدخلوا، يعني بروطوار عادي تروح ما كتخرجش. واخا ماشي مشكل كما تشوفوا مشاهد قناة شوف تي في بأن الساكن تيقولك بأن الطريق حتى هي ما تتخرجش من أجل إعادة تيتمنوا هما باش ترجع لهم غير الجرده اللي كانت هي. هاد الجرده شحال من تقريبا عامين كاين هنايا؟ انا سكنت هنا في 2005. انا سكنت هنا 2005 15 16 سنه 2005 سكنت هنا. النهار اللي شريت هاد البارطمان شريت كاينه حديقه، يعني النهار اللي سكننا هنا 2005 كاينه حديقه، يعني كانت حديقه قبل من 2005. هو حرام 16 عام كاينه حديقه تجي تحيدها في 24 ساعه، هذا ظلم. واخا ماشي مشكل بالنسبه لي، عطيني شوف التوقيعة ديال الساكنه باش نكونوا نوصلوا رساله للمسؤولين. اسي احمد دا جارنا. السلام عليكم. جارنا هو من الناس اللي مغرورين. تفضل سي. السلام عليكم. شوف اسمح لي هاك تقدر انت يا ك ساكنه ديال جميله سبعه بقريه الجماعه، تتشوفوا بان كانت جرده حديقه وتحولت الى شارع، تقولوا بان كاين معامل تحلوا معامل تحلوا بيبان، ولكن حنا الهدف ديالنا ماشي من الله يعاون اي واحد الله يرزق اي واحد، وانما يرجع الحال كما هو عليه، ترجع الجرده اللي كانت تقريبا ما يفوق 16 سنه وهي كاينه كيفاش تحيدات. ومسبقا مع كامل الاحترامات لكم بهذه الزياره المفاجئه لهذا الموقع الجغرافي من هذه المنطقه اللي هي في حي سباته وجميله سبعه. هذه المنطقة كانت جردة وبعد الشجيرات اللي هي كانت كيتغدى منها الناس اللي هما عندهم عدم تنفس وكذا، المهم كانت واقية الناس وكتقي حتى من الأمراض إلى آخره. كانت الخضورية. هذه الإصلاحات في هذه المنطقة هذه حيدوا هاد الأشجار اللي وخاصة كانت واحد النخلة اللي هي ما يمكنش تحيد إلا بظاهر شريف. هذه نخلة تحيدات. تحيدات تمت الإزاحة ديالها مع العلم أنه خاصها تحيد بتقرير يعني بشعار العمالة. تقريبا النخلة شحال هي كاينة؟ والنخلة مدة زمان قبل ما تبنى هذه المنطقة. يعني أنتم الوقت اللي حيدوا النخلة واش ما امتنعتوا واش ما كنتوش بأن هذه النخلة كانت قديمة ما يمكنش تحيد؟ كانت قبل ما نسكنوا حنا هنا تفاجأتوا بان النخلة تحيدات. بان النخلة تحيدات وجاو هذه ما مرات، هذه ما مرات، يعني هو على حسب ما يشاع انه اصحاب المعامل اللي هي معامل غير شرعية، لان هذه المنطقة منطقة سكنية مع العلم ان العمالة راه على علم بان بحال هذه المعامل ما خاصهاش تكون هنا، تكون في حي صناعي لان كتسبب امراض الاطفال الشيوخ النساء الى اخره. هاد المعامل ربما كان واحد التدخل من طرف ارباب هاد المعامل، واتصلوا بهاد الناس باش يديروا هذا الشارع من اجل دخول الشاحنات والسيارات لنقل البضائع ديالهم والتجاره ديالهم. المصالح ديالهم. المصالح الشخصيه ديالهم. والمصالح الشخصيه وبالنسبه للساكنه، حقوق ديال الساكنه، الاضرار ديال الساكنه، كما تقولوا انتم كاين اضرار، كاين دخان، كاين مواد اللي هي كيماويه تتاثر على الاطفال ديالكم وعلى ولادكم. بطبيعه الحال انا شخصيا اللي كنتكلم معك يلاه دير واحد العمليه جراحيه على الرئه، وعندي دابا مصاب بمرض مزمن، يعني ما الله يجيب الشفاء قبل كاع لا رائحه ديال الدخان لا ازعاج لا الى اخره، وعندي شويه العصاب راه كتضرب الانسان ملي كيدير واحد العمليه جراحيه كتعود عنده شويه ديال الحاله النفسيه وكذا كذا. وهاد الناس بغاو يديروا لنا الشارع هنا، وهذا راه ممر للساكنه خاصه ولا الراجلين ماشي شارع، والوقت اللي غادي تكون هنايا شارع راه ربما غادي تنتج عنده مشاكل خطيره لا من جهه الدخان لا من جهه، ربما كاين في الليل في وقت متاخر من الليل غادي يجوا اصحاب السيارات مرفوقين ببعض النساء او بعض الخمور من اجل تناولها خشية من مرور الشرطة من الحي كيدرقوا هنايا وياخذوا هذا المكان كمكان
يعني كنقطة سوداء للاختباء فيها، لذا فلا يمكنه ما يمكن أن يكون شارع هنا، وأن السلطة المحلية على علم بذلك. ما دامت قد تمت إزاحة الأشجار فلا يمكن أن يكون هنا شارع، إن الشارع الرسمي راه معروف تمر منه السيارات، أما هذا راه ممر خاص للراجلين فقط. لما أنت تقدموا النداء ديالكم؟ تنقدموا النداء ديالنا للسلطات المحلية. بشخص السيد العامل ديال هو؟ السيد العامل على طبيعة الحال يعني على رأس قائمة، لأنه ممثل صاحب جلالة في العمالة أو الإقليم، وهو المعني بالأمر للسكان وكذا، لأن السكان بطبيعة الحال دائما تيتلو السيد العامل، لأنه كيمثل صاحب جلالة. راه ممثل وفراغ ظاهر شريف كيمثل، لأن راه كينوب على صاحب جلالة في هذه المنطقة هذه. وكنطلبوا من السلطات المحلية تدخل بواحد الشكل سريع جدا من أجل إنقاذ هذا الموقف هذا، ربما غادي ينتج عنده صداع وينتج عنده مشاكل مع السكان إلى آخره. والحمد لله ملي قمت بهذه الزيارة باش نعطيو النداء ديالنا ويوصل للسلطات المحلية باش يكونوا بعين المكان ويراعيوا لهذا. بالنسبه لعندكم هنا المنتخبين او الجمعيات ما تدخلوش في هذه القضيه ديال ما كاين شارع كانت حديقه وتحيدت من الحديقه رجعت شارع، ما تدخلوش في هذه القضيه. الحمد لله نشاهد اي شخص هنا ولم نلتقي باي مسؤول لا من طرف الجماعه ولا من طرف المقاطعه الا سيد مقدم فعلا التقى بنا واتى كان بعين المكان هنا وربط بنا الاتصال وأشعرناه بالموقف وأخبرناه بأنه لا يمكن أن يكون هذا شارع محيط بالعمار، لأنه معروف هنا بصفتي أنا كرجل أمن سابق الآن أنا متقاعد، إن هذه ربما كانت واحد الوقت كانوا كيجيو أشخاص مجهولين وتقوموا بالسكر العلني هنا وراء العمارة ديالنا، وقمنا بالاخبار ديالهم وبالطرد ديالهم الى اخره. اما الان الى اصبح الشارع راه بطبيعه الحال تصبح نقطه سوداء. واش قدمتوا شكايات للسيد العامل او لجهه التربيضه والباش ولا القيد ديال الحياه؟ باش تمتنعوا باش ترجع لكم الجرده وتمتنعوا بان راه كاين معامل وهذا الشارع اللي هو مغادي نيشان المعامل ديالهم راه غير قانوني، بان الحديقه اللي كتموس نفس ديال الابناء ديالكم وحتى ديالكم انتم تحيدات. واش خدمتوا شي شكايات درتوا توقيعات؟ لا حتى الساعة لم نعمل بتقديم أي شكاية لأي جهة كانت. ما لقد تجمع هذا السكان وقمنا بتوقيعات ونحن بصدد رفعها إلى السيد العامل والسلطات المحلية من أجل النظر فيها، ولذا فأنا نطالب بالتعجيل بهذا المنطقه هذه لان ستضر بالسكان. اما بالنسبه للمعامل فهذا ترجع الحديقه ترجعوا لكم الحديقه، يمكن ان يكونوا لنا هناك حي صناعي وهناك لا قوانين ولا لا، اما هنا لا يمكن السلطات على عين بذلك. اجراءات معروفه لا قانونيا ولا في اطار السلطات المحليه على عين بان المعامل لا يمكن ان تكون هنا ابدا، لأنها تسبب أضرار وإزعاج، وخاصة في الصباح الباكر نسمعوا ضوضاء وصداعا من طرف العمال الذين يتجمعون هنا إلى آخره. فنحن نطلب بتعجيل السلطات من أجل إصلاح هذه المنطقة ومن أجل النظر لهؤلاء السكان، لأنهم سيتضررون مستقبلا وسيكون الضرر خطير جدا، لأن أنا أعرف ذلك. راه سيصبحوا بعض الشباب يلتجئون إلى الاحتماء من وراء العمارة وشرب الخمور إلى تناول المخدرات، لذا فإحنا نحن طلب السلطات المحلية بالتدخل من أجل إنقاذ هذا السائق. ولكم الشكر الجزيل بهذا بمراجعتكم وبحضوركم الى عين المكان من اجل هذا الاستجواب، ومع كامل الاحترامات. شكرا. بالنسبه للعريضه، حنا صوتنا عريضه، كنا بغينا نديروا الشكايه انه المهندس ديال المقاطعه وبعض الاخوان انهم كتبوا علينا تيقول لنا دير الوضع غير كما هو عليه، تيقول لك هنا غتبقى جرده. حنا حبسنا الله يجزيكم بخير. مؤخرا كنا باغيين نديروا يعني حنا درسنا واحد الجماعه ديال المواقع الالكترونيه والصحافه، جاو عندنا نفس الموضوع تيقول لك ما ديروا حتى شي حاجه، فاحنا الوضع غيبقى كما هو عليه. هما حاليا كيلعبوا على الوقت، كيعرفوا الناس كلشي خدام كلشي كيمشي يقلب على طرف الخبز، كيتسناونا نتفرقوا ما نبقاوش واقفين يبنوا شارع
هذا هو اللي خلانا ما مشيناش شارع ومصلحه لبعض الناس اللي كما تنقلب تجمعوا نتوما. شدنا هما تيجيو قال لك لا ما دور حتى شي حاجه. هاد العريضه شحال فيها تقريبا هاد العريضه اللي درتها؟ العريضه حاليا فيها 15 واحد. ممكن توريها لي باش يشوفوها مشاهد قناه شوف تي في. بينا كما تشوفوا مشاهد قناه شوف تي في ساكنه. ساكنه ديال هاد العمارات اللي معنيين. درت العمارات المعنيين اللي كاين هنايا تقريبا.